يا الله ما أجمل هذا السؤال. بيقول لك إذا كان إكس تجربة ذات الحدين والإن فيها 100، يعني انعملت التجربة 100 مرة، وكانت قيم إكس بدك أنت تكتبها من عند الصفر لعند 100، أكيد ما راح أكتب من عند الصفر للمية، فبدك أكتب أكم من رقم بس مشان عيوني يشوفوا لوين أنا رايح، مش أكثر ولا أقل. وكان الاحتمال مجهول والفرقية مجهولة، لكن اطلع شو كاتب لك. كاتب لك إنه التباين لهاي التجربة ذات الحدين يساوي 24، جد قيمة بي. نبدأ دائما بالصلاة على النبي، قرأنا السؤال ونبلش. أنا عندي التباين اللي هو رمزه variation للإكس، اللي قانونه عدد مرات إجراء التجربة ضرب الاحتمال ضرب الفرقية يساوي 24. نرجع، هاي السيجما تربيع رمز من رموز التباين، الفاريشن جوابها هالقد قانونه هالقد، إن منعرف إنها 100، بي ما بعرفها مش كاتب لي إياها، والواحد ناقص بي برضو ما بعرفها مش كاتب لي إياها، أصلاً هو بده إياها، لكن أنا بعرف إنه الجواب 24. أستاذ كيف تكمل؟ خلينا نضربهم ببعض ونشوف شو بطلع معانا. بتحب نقسم هاي ال 24 تقسم على 4 والمية بتقسم على 4، بتصفي هون 25 بي ضرب 1 ناقص بي تساوي 6، يعني نخفف شوية أرقام كبيرة، أضرب هاي 25 بي ناقص 25 بي تربيع يساوي 6، صارت معادلة تربيعية مبعثرة. أهم إشي في المعادلة التربيعية يكون كل شيء على نفس الجهة. أنا حاب إني أجيب هاي على الجهة هاي مشان تصير موجبة، فبدل سالب راح تصفي موجب، وبحب أجيب هاي على الجهة هاي راح تصير سالب. ليش يا أستاذ؟ لأني بدي البي تكون موجب التربيع اللي هي أكبر قوة، يعني بالعربي صارت 25 بي تربيع ناقص 25 بي زائد 6 يساوي 0. طب أستاذ كيف بدنا نحلل هاي؟ افتح قوسين ضربهم 5 بي تربيع 25، إذن 5 بي ضرب 5 بي، ضربهم 6 يا 1 ب 6 وبتضرب الطرفين والوسطين بيطلعوش 25، بيطلعوا يا 31 يا سالب بيطلع 29، يا إنك بتكتب الاثنين والثلاث. تفضل، لما نكتب الاثنين والثلاث 5 بي في 3 سالب 15، وسالب 2 بي في 5 بي سالب 10، فبطلع المجموع سالب 25. مرة بي تساوي 2 على 5 ومرة بي تساوي 3 على 5، إذا هيك إحنا لقينا قيم بي اللي مطلوبة. أي بي فيهم أستاذ نختار؟ الثنتين نفس الجواب. أقنعك، لو جينا هون حطينا 100 ضرب الاحتمال 2 على 5 وفرقيته 3 على 5، أو حطينا 100 ضرب الاحتمال 3 على 5 وفرقيته 2 على 5، بأكد لك إنه الجواب 24. 5 ب 5 25، 25 شيلها مع هاي رح يطلع الجواب يساوي 4، 4 ب 3 12 ب 2 24، وهنا نفس الإشي. هيك أنت بتكون أتقنت واحد من أفخم أسئلة الكتاب. بيضل عنا نوع من أنواع الطلاب بيقول لك أنا ما بعرف أحلل على هاي الطريقة، يعني ما بقدر إني أنا أجرب زي هيك. منقول له أنت بإمكانك تلجأ للقانون العام، سالب بي زائد ناقص جذر البي تربيع ناقص 4AC الكل على 2A، مع أنه قانون مش ضروري، بتقدر هنا بكل أريحية تنقي الأرقام وتجربها، لكن ببساطة هو القانون الشامل. كتبته بهذا اللون مشان ما يوضح كثير، لأنه ما بهمني أنك أنت تكتبه بقدر ما بهمني أنك تستوعب أنه يمكن حله باستخدام الآلة الحاسبة بطريقة أخرى إذا اقتضى الأمر فقط لا غير. يعطيكم العافية ويوفقكم ويفرحكم بنجاحكم، ولا تنسوا نجاحكم نجاح أمه، ادرسوا منيح.